مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي. حلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة عندنا الحلقة مقسومة لفقرتين. الفقرة الأولى معانا الكابتن الكبير كابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الأهلي للكرة الطائرة، والحديث عن استعدادات الفريق الأول والناشئين وللموسم الجديد والبطولات، ونتحاكى عن كل حاجة في الكرة الطائرة. أسئلة كتيرة هنقدمها لضيفنا الكبير النهاردة الكابتن محمد مصلحي اللي بنرحب بيه. مساء الخير كابتن محمد. مساء الخير يا كابتن خالد. الفقرة الثانية هتتكلم معانا الأستاذ الكبير الأستاذ شريف فؤاد مع ضيفه الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والحديث عن لائحة النادي الأهلي ودستور النادي الأهلي. لازم نتكلم يعني في البداية ونقول إن دستور النادي الأهلي دي حاجة كبيرة جدا 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 بتحصل في العصر ده. 72 ساعة بتفصل أعضاء النادي الأهلي وجمعية العمومية للنادي الأهلي للتصويت على اللائحة الخاصة بالنادي الأهلي. أنا عارف إن كل أعضاء النادي الأهلي في حديث كبير حصل عن اللائحة. حصل حوار كبير مع مجلس الإدارة مع كل الأطياف وكل الفئات وكل الأعمار السنية في النادي الأهلي عشان يطلع لينا دستور جميل. أتمنى إن الدستور اللي الناس تعبت فيه ده مش بيسمى باسم شخص ولا هيسمى باسم مجلس إدارة، ولكن هيسمى تاريخ النادي الأهلي اللي احنا كلنا عارفينه. بنسلم بعض أجيال بقالنا كتير 117 سنة، كتير عمر كبير أجيال بتسلم بعض تاريخ بيحكي نفسه. أتمنى إن كل أعضاء الجمعية العمومية يحضروا بالرفض بالإيجاب، بس نحضر ونروح ونخش خيمة التصويت ونقول اللي احنا عايزينه. هي دي روح النادي الأهلي، هي دي عراقة النادي الأهلي عن أي نادي في مصر. كل الناس هتروح كل الأشكال وكل الأطياف قدامي، وكل الناس طول ما أنا ماشي جوه النادي وبره النادي بيسألوا على حاجة واحدة بس، لائحة ودستور النادي الأهلي. نتمنى أن النادي الأهلي يطلع له دستور، نتمنى أن النادي الأهلي ما يكونش عنده لائحة استرشادية. أعضاؤه عملوا لائحته بحاجة كويسة جدا، كل الناس شاركت، كل الأطياف شاركت، كل الناس قالت رأيها. مجلس الإدارة مشي مع قرارات الجمعية العمومية ومشي مع أعضاء الجمعية العمومية وقال وافق على حاجات وغير حاجات، غيرنا مواد كتيرة جدا جدا جدا. أتمنى إن يوم الجمعة الجاية دائما وأبدا كل أعضاء الجمعية العمومية بيثبتوا يوم عن التاني إن هم قد الحدث، حدث كبير، حدث هيكتب في تاريخ كل واحد فينا. هنروح ونوصل النادي وهنقابل بعض هناك، وزي ما تيجي يا يا لا، لكن في الآخر نتمنى عمل دستور ولايحة خاصة بالنادي الأهلي. كان لازم نقول كده لكل الناس، وأنا عارف الناس راحة بإذن الله يوم الجمعة، وإن شاء الله بإذن الله هنتقابل هناك. ولازم نبدأ ده بالحديث لأن دي لايحة نادينا اللي احنا كلنا اتربينا فيه. كابتن نرحب بقى بكابتن ميدو مصلحي ونقول كابتن ميدو مساء الخير ونبدأ الحلقة. مساء الخير يا كابتن خالد. كابتن محمد مصلحي تاريخ كبير في الكرة الطايرة، واحد من الناس شخصيا معجب بيك لان انت كنت، احنا كنا جيل واحد تقريبا، كنا بنغير الملعب ونتفرج على بعض. كابتن ميدو دخل ازاي النادي الاهلي؟ نفسي يعني الناس تعرف حته حديث، لكن انت مدير فني النهارده كان لازم نبدا دخل ازاي كابتن محمد مصلحي النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك طبعا وبضم صوتي لصوتك وبقول اول حاجه بس عشان اللائحه بتاعت النادي الاهلي، يعني اتمنى ان الناس فعلا تروح وتقول رايها لان ده مهم جدا. النادي الاهلي هو اللي يحكم النادي الاهلي، مفيش حاجه بقى تتدخل خالص فينا، ان اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي بيتحكموا دلوقتي، والنادي الاهلي هو اللي بيتحكم في نفسه، مفيش اي تدخل خارجي. بالنسبه لي انا طبعا هاني مصلحي اخويا كبير هو اللي كان له دور كبير جدا في ان انا العب للنادي الاهلي. انا كنت عاشق للكوره، كنت دايما احب ان انا العب كوره، لكن مع اول اختبارات فشلت الكوره بس ميدو انت لعيب كوره كويس. بقى انا عارف. كنت زماني دلوقتي مدير كوره بدل بدل الطايره ده. الحمد لله يعني فاخويا اقنعني ان انا العب فولي، وكان كله يعني هم ان انا تحدي ان انا امكانياتي الجسمانيه في الكره الطايره ما كانتش تسمح ان انا اكمل، لكن تحديت نفسي وتحديت المدربين وتحديت كل الناس ان انا قدرت الحمد لله ان انا ابقى لعيب دولي، وكنت عنصر اساسي في النادي الاهلي ومنتخب مصر لمده 20 سنه. كابتن ميدو ده اسم الشهره صح؟ ليه ميدو؟ وفضل ماشي معاك؟ مش عارف. لا هو زمان كان يعني في الكليه والناس كانت تقول لي يا مصلحي يعني تمام باسم والدي. لكن لما جيت النادي بقى اصحابي كلهم كانوا بيقولوا لي يا ميدو، استمرت معاك ولغايه دلوقتي انا نفسي قاعد معاك كابتن محمد مصلحي بقول ميدو. خلينا في كابتن محمد مصلحي.
تاريخ كبير فعلا كلاعب، اسرته ملاعب بطريقه كبيره، مع احترامي طبعا لاسر الجسم او لكن كنت وتد اساسي في فرقه النادي الاهلي. الحمد لله انا قعدت مع النادي الاهلي، انا قعدت دلوقتي 20 سنه في النادي الاهلي، دخلت 86 اعتزلت 2006، حققت الحمد لله 34 بطوله وانا بلعب ان شاء الله. بسم الله الحمد لله، يعني 10 دوري و8 كاس و12 بطوله افريقيه وانا بلعب، سواء 6 دوري ابطال دوري و6 ابطال كاس، غير 4 بطولات عربيه، غير طبعا القاب احسن ضارب واحسن استقبال واحسن واحسن ارسال في معظم البطولات يعني. فالحمد لله تاريخ الحمد لله انا اعتز بيه تماما، غير 350 ماتش دولي مع منتخب مصر ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين تاريخ اعتز بيه جدا جدا، ان انا كنت لغايه دلوقتي يعني انا دخلت 86 الحمد لله ما طلعتش من النادي الاهلي. يا رب تستمر طويله يعني ان شاء الله. استمر مبسوط لك جدا، بس في حاجه وانت لاعب حصلت معاك اخر سنه. اخر سنه كان في كلام ان انت تلعب او ما تلعبش، بس انت قررت ان انت تلعب. تمام. كان مع كابتن نور عطيه، حصل؟ حصل. عايزك تحكي لي ايه اللي حصل مع انك انت كابتن كبير وكان التسجيل فيه مشكله يعني. صح كده؟ والله هو تمام، التسجيل كان فيه مشكله. كان المفروض يبقى 16 والاتحاد عمله 18. تمام. كابتن نور عطيه قال لي ان انت مش هتتأيد لغايه لما نعرف الدنيا فيها ايه وبعد كده هتتأيد. هو طبعا أندية كتير قوي كلمتني ساعتها، قلت لهم انا مش هلعب غير في النادي الاهلي وهلعب في النادي الاهلي السنه دي يعني. ما شاء الله. فالكابتن نور كان ثقته في محلها يعني، واتأيدت الحمد لله طبعا، وكنت عنصر اساسي في فوز، كنت بنزل كده في اوقات معينه حاسمه يعني، كنت الحمد لله بخلصها يعني. خلصت بطولات في الدوره دي، اربع بطولات دوري وكاس وافريقيا وعرب، وكنت كابتن الفريق، وكانت افضل لحظه ان انا اعتزل فيها وانا كابتن الفريق وشايل اربع بطولات. طيب كابتن ميدو، بس نطلع لفاصل ونرجع مره ثانيه، نطلع لفاصل وترجعوا لنا مره ثانيه. رجعنا لكم مره ثانيه والحديث مع كابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي، والحديث عن ذكرياته كلاعب، وهناخده شويه ثاني لمدرب، وهنطلعه مدير فني، وهنوديه بطوله العالم. هنلف معايا شويه النهارده كابتن ميدو. كابتن ميدو، وقفنا عند وانت بتلعب اخر سنه، بس دي كان نوع من انواع التحدي والاراده اللي عايز ابينها للناس، ان كان يعني لعيب كبير كابتن النادي وبيصمم ان هو يسجل في النادي ما يسجلش في النادي الثاني بره النادي. ايه التحدي والاراده العظيمه اللي عندك دي؟ هو الشعار ده النادي الاهلي. الشعار هو ده النادي الاهلي. بص مش قادر اقول لك لانك فعلا بتتكلم صح، قاطع الكلام تماما يعني. هو الشعار ده هو اللي مخلي الواحد يتحدى اي حاجه، والحمد لله بقول لك كانت لحظه جميله جدا ان انا اعتزل وانا عندي اربع بطولات شايلهم ككابتن فرقه النادي الاهلي، زي السنه اللي فاتت كده ما حققنا الثلاث بطولات الحمد لله. انا السنه دي بالذات كنت فخور جدا ان انا كنت فيها كابتن فرقه، وفضل كان يرجع للكابتن نور حتى بعديها على طول. هو كابتن نور ليه فضل كبير جدا اللي انا فيه دلوقتي ده، هو كابتن نور عطيه ان انا خدني على طول من لعيب لمدرب مساعد مدرب مع كابتن طارق فريد، وكان هو خدني على طول للجهاز، حس ان انا ممكن ابقى حاجه، فكابتن نور ساعتها ساعدني جدا ان انا ابقى في الجهاز يعني. بص تاريخ، انا قاعد مش قادر اكلمك بامانه لان عارف الشعور انت بتتكلم بيه، متاكد ان شعورك قوي جدا، متاكد ان انت بتتكلم على دي عظمه النادي الاهلي احنا فيها، وده تاريخ النادي الاهلي. سدتنا اهي، سدتنا كلهم يعني بالظبط. بصراحه حاجه محترمه جدا فيك. لكن كابتن ميدو، لازم نقول كابتن ميدو هو لعيب كان بيقعد هو في الاوض يهزر يقول انا بيقول يشوطها كده، النهارده قلبنا بقينا المدير الفني واللعيب مش بيشوطها هنا، بتعمل ايه؟ قول لي رؤيتك بين الاثنين ايه؟ اللعيب مستريح تماما، انا يعني انا كلاعب كان احسن بكتير يعني، لكن انا عايز ارجع لعيب. لكن انا مدرب شايل هم، او كمدير فني بالذات شايل هم حاجات كتير. دايما المدرب او مدير فني بيتمنى احسن اداء من اللعيبه، ودايما بيبقى عنده بيبقى دايما تحت ضغوط، ضغوط اداره، ضغوط جمهور، ضغوط حياه، كل حاجه بتبقى الواحد بيبقى فيها ضغوط كبيره قوي. لكن اللعيب طبعا بيبقى حر يعني، يعني بيبقى احسن اسهل من كده بكتير يعني. فانا اتمنى ان انا ارجع لعيب يعني. عايز ترجع لعيب؟ طبعا. طب خلاص هنخرج من مرحله اللعب وهنروح لمرحله التدريب اللي انت قلت كابتن عطيه قدر يدخل كابتن ميدو، قلما ده يحصل في مصر بامانه شديده، ان يبقى كابتن الفرقه ويخش يطلع على طول يخش الجهاز او يخش الفريق الاول. دايما ناخده نوديه الناشئين نقول له استنى شويه وبنعمل، بس كابتن ميدو دخلت الجهاز وبدات تشتغل في الجهاز، كنت حابب التدريب؟ انا اصلا باكروس تربيه رياضيه يعني. تمام. فالحمد لله الواحد كان عنده
يعني من وخبره شويه في الموضوع دوت من قبل حتى يعني كابتن فؤاد عبد السلام كان ساعتها يعني بيخليني شويه عارف كويس قوي ان انا ممكن ابقى في الكارير دوت كان حتى بيديني نصايح وكلام. فكابتن نور طبعا كان بعد ما كابتن طارق فريد مشي كان راح شغل يعني كنت انا بقيت المدرب العام سنه 2009 كنت محظوظ جدا ان انا كان اداني فرصه ان انا امرن اصل يعني كنت بمرن حمدي وبمرن وائل العيدي وبمرن احمد وبمرن عبد الله والكلام ده كله وانا صغير يعني. قول لي ازاي بتمرن حمدي الصفي وانتوا بتلعبوا في ملعب واحد؟ انا عارف ان انتوا بتلفوا في الملعب عكس بعض عشان انتوا تلعبوا اربعه مظبوط. هو على السيرف انت في اربعه والعكس اتفضل يعني حمدي قولي. يعني انا وهو كنا لازم على طول جنب بعض كنا مريحين بعض في الاستقبال جدا يعني كنا هو في مصر يعني كنا مريحين جدا بس في الاستقبال. فانا كنت بمرن حمدي كان مطيع جدا يعني ده اللي انا عايز. ما لقيتش فيه مشكله؟ دايما يقولوا ان اللعيب لما بيبطل بيبقى مدرب الفرقه يحس ان الكابتن يقول لك ايه الكابتن بيتقرن علينا ده صاحبنا بتاع زمان. ده بالعكس تماما ده العكس تماما. انا لقيت يعني مساعده رهيبه من حمدي وائل العيدي ليا ان انا يعني انا صاحبهم كل حاجه لكن كل اللي كنت اقوله كانوا بينفذوه بالحرف الواحد وده اللي الاولاد تعلموه منهم يعني لان احمد صلاح وعبد الله والناس دي الصغيره دي تعلموا منهم الكلام ده وهو ده اللي انا خلينا نجيبهم تاني عشان يعلموا الاولاد الصغيرين اللي طالعين دول ازاي يعرفوا قيمه النادي الاهلي ويتعلموا الالتزام. قيمه النادي الاهلي قيمه كبيره وكابتن ميدو 10 سنين مع ثلاث مديرين فنيين كابتن نور عطيه وكابتن ابراهيم فخر الدين وكابتن احمد زكريا مظبوط؟ تمام اساتذتنا كلهم طبعا. قول لي مش هقول اتعلمت ايه بس فعلا الخبرات اللي انت اكتسبتها في العشر سنين عشان انا كواحد من الناس نفسي قلت لك الف مليون مبروك الجيل بتاعنا خد فرصه صح حصل. طب قول لي هم دول طبعا اساتذتنا وكل واحد ليه وجهه نظر وكل واحد ليه اسلوبه في التدريب كل دي انا خدتها بلورتها واضفت عليها طبعا في خلال انا مدير فني لكن كلهم طبعا فوق دماغنا من فوق وتعلمنا منهم وما زلنا بنتعلم منهم يعني. هاخدك في حته وكابتن هاني مصلح على السوشيال ميديا دايما بيبقى سبورت جدا ليك بحس ان هو يعني بيديك القوة والحماس اصمد يا ميدو صح طبعا السوشيال ميديا يعني تعتبر جزء دلوقتي من الحياة ان الواحد ساعات بتبقى نقمة ودي اعتبرها حقيقة يعني لان فيها الضغوطات بتبقى عالية جدا والجمهور بيبقى ساعات قاسي ما يعرفش ايه الخلفية اللي ورا اي حاجة وعليه الشكل العام لكن انت ما تعرفش ايه ممكن يكون فيه اصابات ممكن يكون فيه فعلا مفاوضات تمت مع لعيب معين ما عرفناش نجيبه لعيب تغالف في فلوسه انت الناس دي ما تعرفش لكن فعلا في وقت بقى يعني لما يكون فيه يعني اخر مرة كان فيه تقرير صحفي في اخر بطولة العالم يعني زعلني جدا تقرير صحفي فكنت لازم ادافع عن نفسي لان انت مثلا لما في هجوم بيبقى مثلا على مجلس النادي الاهلي بيبقى فيه بيان هجوم موجه في بيان قوي جدا بيطلع من النادي الاهلي من مجلسه بيدافع عن الكيان مظبوط انا ما لقيتش حد بيدافع عني خالص فكنت لازم طبعا اضطريت ارد طبعا لان دي سمعتي كمدرب وسمعتي كمدرب للنادي الاهلي مش حاجه وكمدير فني لمنتخب مصر كنت لازم ارد وكان هو هاني بقى ساعتها سبورت ليا جدا والحمد لله يعني جابت اثر. هنخش على اللقطه دي بتاعت منتخب مصر شويه بس عايز اسالك سؤال مهم هو هاني لما بعد الماتش ما يخلص ماتشك بيجي يتفرج عليك اكيد وبيشوفك وبيتابعك بصراحه شديده بيقول لك ملاحظات؟ طبعا تسمعه؟ بسمع لاي حد يعني هو حد مهم في حياتك في كره الطايره؟ هاني يعتبر ابويا بعد ابويا بقى هاني جميل جدا هاني كابتن ميدو مصلحي لو سمع من اي حد تعليق فني بيتقبله سهل تقبله بس اهم حاجه مفيش تطاول يعني مفيش تطاول لو بنتكلم في فني مفيش مشكله في فني خالص هسمعه كويس ممكن جدا لو لعيب جه مثلا قال لي انا تعبان النهارده احنا تعبانين جدا نيجي مثلا عبد الله بيجي يقول لي الحمل يعني احنا تعبانين ببتدي اسمع لان هو بينقل نبض اللعيبه انا عبد الله لما يجي بيكلمني في حاجه زي بينقل نبض اللعيبه فممكن اسمعه ليه ما اسمعوش لا وممكن استجيب كمان ليه يعني انا يعني لان هو فعلا تعبان هو جه مثلا في معسكرات في بولندا كنا طالعين من الدوري وسافرنا على طول كويس وعملنا 3 4 ايام حمل زياده فابتدوا ايه انا شايفهم طبعا وعارف كويس قوي انهم حاسس بيهم انت لعيب وعارف وهو ابتدى يعني يحس ان هو ان احنا تعبانين شويه قال لي احنا عايزين نص يوم اجازه
ماشي خلاص نص يوم اجازه انا ما عنديش مشاكل، لان ده شيء طبيعي. فانا بسمع للعيب وبسمع للمدرب وبسمع الانتقادات، بس لازم داخل اطار، داخل الاطار ما يكونش فيها تطور. بس طب قولي اللي حصل معاك في بطوله العالم. بطوله العالم الناس ما مش 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 يعني، اولا انا مسكت المنتخب كان في اصابات طبعا كتيره جدا، منهم طبعا احمد قطب ومحمد عبد المنعم واحمد يوسف، كان ناس محترمين. دول عمدت النادي الاهلي؟ لا كان احمد يوسف يعني، كان على احمد قطب بالذات ومحمد عبد المنعم. المهم يعني مسكت المنتخب في ظروف صعبه شويه، كان الكابتن شريف هو اللي كان كلمني، والزميل العزيز ياسين امين في الاتحاد، والمجلس وافق، مجلس الاداره. المهم يعني رحت البحر المتوسط، وبعديها حققت في البحر المتوسط مركز رابع، يعني ما دخلت سيمي فاينل. دخلت سيمي فاينل يعني، دخلت سيمي فاينل اعتقد مش ابطال البحر المتوسط يعني. تمام. الناس ما تعرفش مين يعني، مجموعتنا كانت صعبه جدا، البرازيل تمام، كندا، فرنسا، الصين، واحنا وهولندا. وهولندا كل دول مصنفين عالميا، انا بتلعب اول وسادس وتاسع التصنيف العالمي. اول اللي هو البرازيل، سادس كندا، تاسع فرنسا. كويس. هوقفك عند نقطه، احنا كسبنا الصين، كسبنا الصين صح. الناس قالوا في الفولي مش خالد العوض بيقولوا احنا كنا المفروض نكسب كندا، مع ان كندا المصنف التاسع على العالم، السادس مش السادس سوري بقى يعني، بس انا كنت هسالك السؤال ده خلي بالك يعني محمل بالاسئله ديك. فنكسب كندا، نكسب كندا وهم سادس العالم، ايه احنا عملنا ايه عشان نكسب كندا؟ بصراحه انا عايز اعرف ايه الاستعداد يعني، انا عايزك ترد على استعدادنا ايه يعني، استعدينا عشان نوصل نقابل اول العالم وسادس العالم. معلش عايز اعرف حاجه بصراحه. احنا دلوقتي لعبنا طول الثلاث اشهر اللي فاتت 8 ماتشات مع مستوى اول وتاني. انا مش هقول لك انا لعبنا مع مستوى تاني مثلا سلوفينيا كويس واستراليا تمام، ولعبنا مع مستوى مع بلغاريا، كسبنا ماتشين مهمين كان منهم ماتش بلغاريا في هناك. المهم كويس، 8 ماتشات في 3 اشهر ده مش كفايه، انت عشان تلعب بالمستوى دوت لازم مش اقل 30 ماتش، لازم 30 ماتش في المستوى الاول والتاني. انا ما عملتش ده. احنا بعد ما للاسف خسرنا بطوله افريقيا هنا السنه اللي فاتت منتخب مصر، ما بقيناش مطلوبين، ما بقيناش مطلوبين. فكابتن شريف بصراحه عمل مجهود مضني عشان خاطر ان احنا نعمل معسكر في سلوفينيا ومعسكر في بلغاريا. كويس. هم دول اللي طلعنا بيهم. تمام. فانا مش ممكن اكسب اول وسادس وتاسع العالم بالمنظر ده. الولاد عملوا ما عليهم زياده، الناس اللي معايا ال 14 لعيب اللي معايا عملوا ما عليهم زياده، والجهاز الفني كله لم يبخل باي حاجه، الناس عملت كل اللي قدرت، فول باور فعلا. عملنا اشواط، عملنا اشواط كويسه جدا. الناس دي عامله الفي ان ال هو الدوري العالمي، كل الناس دي لعبت فيه يعني، لعبت على الاقل 15 ماتش في البطوله، ده غير الاستعداد لبطوله العالم. فالناس دي عامله 30 40 ماتش قبل ما تجينا. طب ممكن اخد منك كلمه بصراحه بقى، عشان الموضوع ده ضايقني يعني، ما ينفعش ابطال العالم نقابلهم كده. احنا في الهاندبول عشان نوصل رابع العالم بدانا 86 وصلنا رابع عام 2001، انت في كام شهرين؟ شهرين ومطلوب منك تكسب سادس العالم، اعتقد ده مطلب صعب. ما هو ده مطلب اللي احنا الكابتن شريف يعني اجتمعنا مع بعض وبنعمله، لان في لازم برضو احلال وتجديد. مظبوط. لازم ده احنا دخلنا عناصر جديده جدا المنتخب من تحت 23 سنه اللي واخد خامس عالم في مصر هنا، دخلنا عناصر كويسه جدا، ولعب منهم هشام يسري ومنهم عبد الرحمن سعودي، دول كانوا معانا ولعبوا ماتشات كتير هناك. وده اعتقد ده مكسب كبير جدا ان الاولاد الصغيرين دول يخشوا في منتخب مصر ويلعبوا مع اول وسادس وتاسع العالم ويكسبوا الصين والكلام ده كله، ده انا اعتبره انتصار ليا انا وانتصار لمصر قبل اي حاجه. بص الايد في الميه مش زي الايد في النار. والتصريح طلع من حد مسؤول ولا طلع من يعني ما علينا يعني؟ لا هو طلع في زي تصريح صحفي او حاجه او يعني حاجه في يعني في الجورنال او حاجه يعني بينتقده، فانا لازم كنت ادافع عن، لان انا ما لقيتش اللي يدافع عني، فانا لازم ادافع عن نفسي وعن سمعتي. لازم ترد، لازم ترد حقك. انا بقول لك السوشيال ميديا في حياتك يا كابتن ميدو بتمثل ليك شيء مهم؟ كانت زمان، دلوقتي يعني انا قبل الدوري قفلت كل حاجه، طبعا لازم خلاص انسى بقى الدوري، قفلت كل حاجه، وبعد افريقيا بعد الكاس فتحت. تمام. بدا خلاص، لانها يعني طول ما انت جوه إين الملعب خلاص بقفل كل حاجه، قفلنا السيزون نرجع تاني السوشيال ميديا. مفيش مشكلة. مش بتهتم بيها؟ محدش بيقول لك؟ لا في ناس طبعا، في ما هي لازم لازم يعني انا مثلا اول ما مسكت مدير فني
لك ايوه اول ما مسكت مدير فني لسه ما اعلنش بتقول بسم الله بقول بسم الله تعاقدنا مع محمد عبد المنعم ومحمد عادل ومسعد عبد اللطيف قال لك ده اتكتب كده اتعاقد بمبلغ خرافي مع فلان وتعاقد مع مبلغ خرافي مع فلان وهو لا يتعدى نص المبلغ ده والله هو كل الناس عايزه تكسر من قبل ما ابتدي فهي دي يعني ما طبعا ما رديتش ولا اي حاجه فخد من ده كتير خد اشاعات من دي كتير يعني عانيت من الموضوع ده عانيت بس الحمد لله يعني هكلمك برضو بصراحه ميدو انت في لعيب برضو عانيت من مشاكل جماهير ومشاكل الناس بتقول ميدو مش كويس النهارده وميدو لازم يكسبنا وهكذا هي دي ضربه الشهره الحمد لله يعني ما حصلش ان انا حتى جمهور الفرق المنافسه ما حصلش معاك لا لا الحمد لله ما شاء الله كلهم كانوا محترمين معايا جدا وعارفين كويس قوي طول ما انا محترم مع اي فرقه الحمد لله محترم بس اللي صعب عليا ان الفتره الاخيره دي الناس جمهور النادي الاهلي هم اللي كانوا بيهاجموك للاسف يعني. عندك عتاب مع جمهور الاهلي لا مش عتاب انا هم من حقهم ان هم يشوفوا النادي الاهلي وفرقهم اول على طول وهو ده اللي عايزينه هو ده طموح مجلس الاداره لغايه اصغر لعيبه عندنا انا متاكد ولا بكلمك ده طموحك شخصيا طموح ان احنا لازم نبقى مركز اول لكن في بعض الناس ما مش عارفه زي ما قلت لك الكواليس اللي بتحصل خالص فبتبتدي تهاكم من غير ما تعرف هي دي بس لومي عليهم لان اعرف وبعدين اتكلم وقول زي ما انت عاوز انا هقبل النقد بتاعك لكن مش معقول على طول لان في زوجه بتقرا في ابن في اب في ام بتقرا الحاجات دي كلها وانا يعني الفتره اللي يعني كان كابتن عاصم عليه دود كبير قوي وانا اسف يعني الفاظ ما تتقالش يعني خدوا بالكم في زوجه وفي ابن وفي بنت لازم لو عايزين ننقد من الاخر ننقد نقد بناء معاك بلاش تخش في اي حاجه بلاش تخوض في مشاكل ملهاش لازمه يعني طيب بص اخدتني لحته مهمه والجمهور والقصص دي كلها استعداداتنا ايه للموسم الجديد؟ بعد كل بقى نتيجه شويه مشاكل كده ونخش على استعدادات الموسم الجديد. استعدينا طبعا احنا كسبانين الثلاث بطولات اللي احنا دخلناهم ده بيمثل ضغط كبير جدا عليا وعلى اللعيبه. استعدينا اول حاجه طبعا جبنا نجم الكبير احمد صلاح عالمي استحق كل التقدير جدا. بس يعني هو طبعا اليومين دول هو عمل حادثه بس الحمد لله رب العالمين ربنا نجاه. الحمد لله. الحمد لله يعني ربنا هو بصحه تماما. وجبنا رجعنا محمود رؤوف وطلبت من مجلس الاداره محترف وفروا محترف روسي هو النهارده وقع رسمي تمام فجبنا الثلاثه دول احمد طبعا هو لعيب اوبزيت ومحمود رؤوف وسيرجي لعيبه اربعات فالحمد لله القائمه بتاعتي دلوقتي 16 كامله مش كامله ليه عندك اثنين مصابين لا هو قطب طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله طبعا واحد من اهم العناصر اللي عندي ومنعم ان شاء الله كلها شهر ان شاء الله ويبتدي ينط عادي وفول باور بتاعه ويدي في الملعب عادي خالص ان شاء الله يعني فالحمد لله فرقتي فرقه كامله بس في دلوقتي منتخب بطوله العربيه بيستعدوا ليها هيرجعوا ان شاء الله على 5/11 وان شاء الله نبتدي نعمل ماتشين ثلاثه وديين وبعدين نبتدي الدوري ان شاء الله في نص 11 بص طبعا بتمنى التوفيق ليك في اللي قادم يعني بس بتشوف المنافسه في الدوري المصري ازاي؟ عند مين المنافسه؟ مع اي انديه؟ شايفها ازاي في السيزون الجديد؟ هو السيزون دوت الاتحاد مش استحدث او عمل اثنين محترفين كان السنه اللي فاتت واحد بس كويس السنه دي اثنين محترفين فاحتمال طبعا المنافسين كلهم يجيبوا محترفين سواء كان زمالك او جيش او سموحه او طيران ممكن الفرق دي كلها كويسه جدا ومحترمه جدا اعتقد المنافسه هتكون اشرس من السنه اللي فاتت لوجود المحترفين دول يعني خمس انديه بتتنافس على الدوري المصري من اصل لا ما هو من 28 هم دلوقتي الدوري 28 فرقه بيتقسموا سبع فرق كل مجموعه كويس هيلعبوا تقريبا دوري رايح جاي وهياخدوا لسه يعني يوم 6/10 هيتم بالظبط احنا هنعمل ايه في لكن انت شايف ان المنافسه محصوره في الخمس فرق دول دول اللي هيعملوا مشاكل فرق قويه يعني فرق قويه خصوصا الجيش والزمالك وسموحه فرق تقيله يعني طب كابتن ميدو اسعار اللعيبه شايف ان الاسعار دي مغالاه شويه فيها؟ هي غليت بس هو ده سعر السوق و كل واحد تلاقيه قاعد يقول لك وخد 3 مليون خد 5 مليون
وخد 6 مليون واللعيب مش عايز يجدد عشان عايز يزود مليون جنيه. هو ده سعر سوق بصراحه والنادي الاهلي بصدد اصدار اللائحه هتحط سقف للعيبه هيبقى ان شاء الله هتبقى مرضيه جدا للعيبه وفعلا النادي الاهلي دايما بيبقى سباق في الحاجات دي وان شاء الله مش هنطلع عن اللائحه دي مهما كان واعتقد ان برضو النادي الاهلي مجلس اداره ما بخلش على فرقتي انا يعني باي حاجه الحمد لله وربنا يسهل ان شاء الله. بصفه عامه مجلس اداره ما بيخلش على فرق النادي دايما بيدعمهم دايما يكون سبورت ليهم. هنتكلم على 23 عبد الله سليمان هو كابتن فرقه. كابتن فرقه سمعت ان هو لما بتقفل معاه بتقفل. ده عبد الله ده من افضل الناس اللي الواحد اتعامل معاهم حقيقه فعلا راجل فوق ما تتصور والله يعني حتى في الملعب انتوا شفتوه السنه اللي فاتت قد ايه قاد الفرقه حتى لما بيطلع بره وحسام بينزل بيدعمه جدا راجل بمعنى الكلمه عبد الله عبد السلام. مساء الخير يا كابتن عبد الله. عليك وعلى كابتن ميدو. مش عارف اقول لك ايه يعني كابتن ميدو بيقول كلام كبير لا على كابتن عبد الله وانت فعلا نجم كبير وتستاهل اكتر من كده. تقول الكابتن ميدو وهو معانا النهارده. طبعا الاول بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضرتك كابتن خالد برحب بكابتن ميدو برحب بمشاهدين وجميع النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. طبعا كابتن ميدو طبعا ليا الشرف ان انا لعيب صغير صعدت معاهم ده الجول عندي 15 سنه احتضنوني كلهم منهم كابتن ميدو كابتن حمدي صافي كابتن ايمن رشدي كابتن ايمن فلحي كابتن ماجد مصطفى فكان الحمد لله رب العالمين يعني حسن حظي ان انا علموني بقى الانتماء الولاء للنادي الاهلي علموني ازاي الرجوع في التمرين اول حاجه قبل الماتشات كلها علموني ازاي الواحد يركز ازاي الواحد يلعب على طوله ازاي الواحد يعني يشيل الفرقه اتعلمت منهم القياده اتعلمت منهم كل حاجه فطبعا انا الحمد لله رب العالمين حضرت كابتن ميدو لعيب وحضرت كابتن ميدو مدرب وحضرت مدير فني وحضرت مدير فني منتخب مصر فطبعا انا بحييه جدا وصراحه راجل خلوق جدا بيتعامل معانا كاخوات مش مدير فني خالص يعني الا في الملعب بس طبعا في التمرين الراجل يعني كلنا اخوات صغيرين اتعاملت معاه سنين كتير فطبعا عرفنا كلنا انا واحمد صلاح بالذات يعني بحكم اللي احنا لعبنا معاه واحنا صغيرين فطبعا انا بكون له كل الاحترام والتقدير وبقول له كابتن ميدو يعني احنا لنا الشرف ان احنا معاك وده يعني واجب علينا ان احنا دلوقتي لازم نرد الجميل اللي عمله معانا واحنا صغيرين اللي احنا بنكون واقفين معاه والحمد لله رب العالمين اهو ربنا زودنا السنه اللي فاتت اهو بثلاث بطولات الحمد لله رب العالمين والسنه دي المسابقه اصعب طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا لازم السنه دي ان شاء الله رب العالمين نحافظ على اللقب الدوري والكاس وعربيه وافريقيه باذن الله رب العالمين بقول لك كابتن ميدو معاك رجاله ان شاء الله ما تقلقش رباع احمد صلاح مينا ومحمود رؤوف وعبد اللطيف محمد عبد المنعم بالسلامه حسام يوسف معانا وقطب كمان يرجع بالسلامه ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله رب العالمين السنه دي يبقى موسم ان شاء الله احسن من السنه اللي فاتت باذن الله رب العالمين. كابتن عبد الله كلام فوق الرائع فوق الممتاز من مدير فني وكابتن الفريق لكن قول لي كده لحظه من اللحظات الصعبه مع كابتن ميدو جوه الملعب في فوز بطوله في ماتش مهم في ايه بالظبط بيكون حالته ازاي لكابتن ميدو؟ والله يعني كابتن ميدو اللي يعني انا عشان يعني زي ما قلت لحضرتك لعبت مع كابتن ميدو كابتن ميدو من الناس الفايتر اللي يعني زي ما بيقولوا ايه لو دخل في الحيطه قاعد الناحيه الثانيه فايتر بطريقه رهيبه حامل عندك حق يعني حتى وهو كبير واحنا صغيرين اما نيجي يعني عشان ننرفزه او نحمسه زياده يعني كنت اضايق انا واحمد صلاح بالذات هو يعني يسخن وانا كبير انا لسه صغير زي ما انا فلحد دلوقتي والله بعمل بقى مع نفس الموضوع كده ما احس عايز انفذه عايز اخليه يفتكر زمان اقول على اي موقف طبعا في موقف مهم جدا ايوه يعني لكابتن ميدو في اخر مسيرته هنا بطوله عربيه خاصين الزمالك 2-0 والبطوله ديت بالنسبه لنا يعني كانت مهمه لازم جدا عشان احنا كان في مصر في ماتش في مصر لسه كنا خارجين من الزمالك 3-2 وطالعين الماتش دوت يعني لسه خلصنا بقى قدام مكان حسن ودي اول بطوله يعني لازم نحسمها عشان ربنا يكرمنا تمام نخش بعدها افريقيه ونرجع نكمل الدوري والكاس تمام كابتن ميدو ساعتها كان اخر سنه لينا في معانا كان محمود الكومي في الملعب كابتن خد 2-0 كابتن نور عطيه قال للكومي بقى اطلع بره طبعا كابتن ميدو نزل الملعب يا كابتن خالد ما اقولكش يعني كنا يعني فرق شبه نايمين يعني سبحان الله صحينا طبعا هو مع خبرته احياكم فينا الله ينور عليك الماتش اتقلب 3-2 يعني ما اقولكش
في الماتشات الصعبه جدا. فطبعا ده موقف يعني بتنساهوش يعني. اه طبعا خلاص الراجل يعني اخر سنه دي معاها وهو قايل لنا دي اخر سنه ليه يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني ربنا كرمنا وكرمه جدا، وكان احد اسباب الفوز بالبطوله الماتش قبل النهائي دوت هو طلعنا النهائي وربنا كرمنا بالبطوله. طب عايز افكرك بموقف. اتفضل. في موقف كابتن ميدو وانت متاكد ان هو يعني في الماتش كان نقطه مهمه جدا ونام على الارض وانت طلعت حضنت كابتن ميدو صح؟ مظبوط. ايه بقى احكي لنا النقطه المهمه دي. هو يعني الماتش طبعا مهم جدا، نهائي بطوله افريقيه طبعا بنلعب جوه النادي الاهلي طبعا انت عارف حضرتك يعني حارس مرمى عظيم ربنا يكرمك. اه طبعا هاند بول عارف حضرتك لما تلعب جوه صاله النادي الاهلي وجماهير وسطنا مقفوله طبعا هو ضغط جامد. كابتن ميدو يعني موسم بالنسبه له صعب جدا يعني. صح جدا بعد اخفاق دوري صح وكاس مصر بقى 3 سنين بعاد. انت بطل افريقيا ولازم تحافظ عليها، فطبعا بطوله يعني حساسه قوي طبعا. بولت غالي جدا خلاص بنفنش الجيم. هو كابتن ميدو حضرتك حماسي وصراحه انت بتطلع تايم اوت حاسس هو عايز ينزل يلعب. مش اه والله حاسس هو عايز يلعب. فطبعا هو عايش معانا جوه الجيم يعني في بونت نفس الحركات اللي بنعملها. لا بيروح بقى وينط وكده. الله ينور عليك. تمام معانا لسه بيلعب معانا. تمام. طبعا البونت ده كنا خلاص بنجيب النقطه 24 طبعا خدت بلوكايه كده بجري عليه لقيته هو ايه انت فاهم قصدي حماسي جدا وهينط وهيحضني. فطبعا حضنته وانا النهارده انا هو طبعا كانت لقطه جميله جدا طبعا. اه طبعا ده حب طبعا وحماس وخوف على الفريق وخوف على الناس طبعا. فطبعا بقول ربنا يكرمك انت انسان محترم وانت كل خير يا كابتن عبد الله. كابتن عبد الله كلمه اخيره، اخبار الكباتن الصغيرين ايه؟ بناتك؟ والله الحمد لله هيطلعوا عبد الله عبد السلام ولا ايه؟ قول لي يا رب. والله اتمنى طبعا يعني اتمنى طبعا يطلعوا احسن من عبد الله والواحد يشوفهم يعني حاجه مشرفه جدا. هم طبعا يعني بيحبوا النادي الاهلي جدا طبعا جدا جدا. انا ما كنتش متخيل كده الصراحه يعني. انا قلت اه هم هيلعبوا هم حبوا فولي بس متوقع يعني هم يحبوا فولي كده. ربنا يكرمهم يا رب ونشوفهم ونشوف بنت حضرتك وابنك. سير ربنا يكرمك. دي طبعا الناس اللي بنقول يعني الناس اللي بنقول يعني ابهاتهم لعبوا الرياضه ومارسوا الرياضه جوه النادي، دي الناس اللي هتشيل بعد كده، دي الناس اللي قلبها على النادي، الناس اللي بتحب النادي. اتمنى يا رب نشوف النادي الاهلي في العالي دايما في جمال الالعاب ويحقق كل البطولات وتبقى سنه سعيده علينا وعليك كابتن كريم. يا رب باذن الله. كابتن عبد الله عبد السلام شكرا جزيلا ليك ان كنت معانا في الحلقه النهارده. ميرسي يا كابتن عبد الله. احنا بنتكلم في عيله مش بنتكلم في تدريب وبنتكلم في مراحل. زمان كان الوضع مختلف شويه يا كابتن ميدو بصراحه. هتقولي كده؟ هتقعد تقولي نادي اهلي؟ اه هي كده عيله. وعبد الله اهلاوي قوي. اهلاوي لا ليلس. مراته بقى ما اقولكش مشجعه لدرجه ثالثه. لا 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 هو لا وقيصه بقى اللي احنا بننقله بجد اللي احنا بننقله الاولاد الصغيرين هو ده هو ده هو ده. ليه دايما بكلمه بصراحه ليه دايما اللعيبه ولادهم لما بيلعبوا بيبقوا فيه مشاكل؟ حاسسها ازاي؟ يعني والله يعني لا بكلم بجد يعني. خلي بالك مش بكلم والله على الطايره، بكلم على الطايره والهاندبول والباسكت. اي حد لعيب كبير بيكون ابنه بيلعب دايما بيبقى عليه سبوت. ما هي إيه؟ طبيعه يعني ما اعرفش بس والله. بيلعب بحقه خلي بالك يعني. انا شفت مناظر كتير. مفيش عشان بس مفيش حد هيلعب ويوصل لمستوى عالي الا اذا كان يستحق. ما يقدرش. ما مش ممكن. لو جاملت سنه الثانيه ما تتجامل ولا الهوا ولا ما يقدرش. صح ما يقدرش. نو واي. ما فيش. انت شايف ان الرياضه بالشكل ده هو ده الاسلوب الرياضي؟ طبعا. ما فيش واحد هيبقى في فريق كبير زي النادي الاهلي وما يستحقش ابدا خصوصا في الدرجه. لا يمكن. مستحيل. ممكن يعني في المراحل السنيه الصغيره ممكن. جايز. لكن مع ان والله دايما يعني بكلمه بصراحه يعني عندنا امثله كتيره في العاب كتيره. ما اعتقدش خلاص بقت الامور بقت واضحه، الناس بقت فاهمه زياده عن اللزوم، بس اولياء الامور بقى متدخلين زياده عن اللزوم. دي حقيقه. دي حقيقه. وساعات بتسبب يعني الم شديد او صداع كمان في الناشئين بالذات يعني. خصوصا ان انا ليا عدد محدد من في كل لعبه في كل مرحله من ان انا ايدهم. ما اقدرش اسالك سؤال بقى يعني انا متحمل نتيجته. سؤال هو اشمعنى احنا بنتكلم في رياضه؟ اشمعنى كل الناس بتتكلم في رياضه
وحضرتك مش بتتكلم كدكتور، مش بتتكلم كمهندس، مش بتتكلم كمحاسب، ليه؟ اشمعنى كل الناس بتتكلم في الرياضه؟ الرياضه بقت جزء اساسي ومهم جدا للناس كلها. يعني عايز يعني قصدي ان هو بيتدخلوا تدخل واضح جوه الرياضه. ممكن جدا ده ممكن اولياء امور ينزلوا كانوا بينزلوا الملعب وازاي ما بتلعبش وابني ليه ماسك كام كوره ومش عارف ايه. ده صعب جدا على المدرب، بيمثلوا برده عبء كبير قوي على المدرب، بيحملوا حاجه تقيله. طبعا بس يعني الحمد لله الواحد برضو بالسياسة وبينزل بنفسه مثلا يتابع لو في شكوى من اي ولي امر ولا حاجة، الحمد لله بتقدر تحلها. بقدر احلها وبقدر بنزل اشوف في الملعب نفسي يعني لو كان في اي حاجة، ولو كان في ولي امر ليه حق ياخده. لو رجعنا ورا شوية، كابتن ميدو مصلحي لما جه النادي الاهلي كان الوالد والاسره معاه سبورت برضو بيجوا معاه النادي بالشكل اللي احنا شايفينه، ولا كان عادي؟ والدي الله يرحمه كان بيقعد في مدرجات الدرجه الثالثه معايا بس. كده بيشجع على طول. بيشجع انا وهاني على طول، كان على طول مدرج. مدرجات درجه ثالثه. لكن مش قصدي اللي هو يعني يوديك ويجيبك ويرجعك. مشجع درجه ثالثه. ما هو كده. ما هو اللي علمنا حب النادي الاهلي الله يرحمه. انا عارف انت بتحب النادي الاهلي، انا لو قعدت اتكلم فيك ان انا لبكره حب النادي الاهلي عندك كتير. لكن كابتن ميدو خلينا نروح بقى للقطاع المستقبل. قطاع الناشئين، قول لنا اخبار قطاع الناشئين عندنا ايه في النادي. قطاع الناشئين الحمد لله الفرقه عندنا فيها اولاد كويسين جدا. انا يعني شايف خصوصا الناس الشول يعني مهتم بيهم جدا. في عندنا فرقه 19 سنه، في عندنا صوفي صغير، في عندنا يوسف مرجان، في عندنا عمر ياسر، في عندنا عمر اكرم، في عندنا عمر زكريا، في محمد عثمان. كلام دول كلهم عيني عليهم، متابعهم كويس قوي، ان دول نواه للدرجه الاولى ان شاء الله. في بعضهم الصافي ده ابن كابتن حمدي الصافي، ابن حمدي ملوش دعوه خالص باي حاجه عشان بس الناس. ولد كويس جدا ومستقبله هايل ان شاء الله. في بعضهم هيتمرن معايا وهياخد ماتشات. اعتقد حمدي دخل معاك من سنه فاتت، من السنتين. الصافي الصغير الصافي الصغير لعب كتير، وهو يوسف مرجان لعبوا شويه. يوسف مرجان لعب في الفتره الاولانيه في الدور التمهيدي. في عندنا في 17 سنه في عبد الرحمن الحسيني، ولد برده لسه واخد احسن ضارب في بطوله افريقيا الاخيره. هو ده اخو كابتن حسيني كان معايا برده. بالظبط اخوه هو بس اخوه راح الزمالك بقى. لكن خليفه حسيني الصغير ان شاء الله برده هياخد جزء كبير فرصته معايا ان شاء الله. لا الحمد لله الفرق الصغيره باذن الله فيها مستقبل. حوالي 75% من الفرق القوميه من عندنا. حسيني خد احسن ضارب، ويوسف مرجان خد احسن معيد. يوسف مرجان ابن المدير التنفيذي برضه. والله عشان بس اقعد اربط، انت عارف الناس بتربط التربيط دي برضه. انا بتكلم بصراحه دايما بيربطوا الامور، مع ان احنا المستوى اكيد في الملعب هو المهم. ما اعتقدش انت كمدرب تنزل عايز تخسر اكيد. لا يمكن، لا يمكن خالص. الولد واخد خامس عالم، عشان بس ابن كابتن مرجان، الولد واخد خامس عالم السنه اللي فاتت. يعني انا مش يعني لا يمكن ابدا ان اجامل حد واخد خامس عالم واخد احسن معد في افريقيا. الحمد لله انا ما كنتش ماسكه ولا اي حاجه. يعني مدرب منتخب مصر كان كابتن نهاد شحاته هو اللي ماسكهم، خد بيهم خامس عالم. يعني انا ما بجيبش باللعيبه اللي بتروح عليها حسين والناس دي. يعني انا ما جبتش حاجه من عندي، فانا ما بجاملوش ان انا بطلعه درجه اولى خالص نهائي. لا هو ولا ابن حمدي ولا اي حد، مفيش مجامله في الرياضه. والله ما هيكمل، ما فيش حد هيكمل في النادي الاهلي بالمجامله. مستحيل مش ممكن. نقطع الكلام تماما في الحته دي. راضي عن نتائج الفرق الناشئين في النادي الاهلي؟ راضي. احنا خدنا الحمد لله يعني في المهرجانات من 9 سنين و11 سنه خدناهم السنه اللي فاتت مركز اول، 13 15 17 مركز اول، دوري القاهره والجمهوريه. 19 سنه خدنا القاهره وخسرنا بس الجمهوريه، يعني حوالي 95% من البطولات احنا الحمد لله. اخبار مازن ايه؟ كويس الحمد لله. مازن ده لازم نعرف الساده المشاهدين ان مازن ده ابن كابتن محمد بوصلحي الصغير. تمام. عندنا مروه وعندنا زياد. تمام. حكى يا مازن. تمام. مازن هو لعيب الفولي. الاثنين دي ما بيطلعوش لعيب الفولي. هو زياد كان بيلعب في الاول، بيقولوا لي جري من الملعب. يعني لعب في نادي 6 اكتوبر كده شويه. تمام. وبعدين دخل ثانويه عامه اتلهى فيها فما كملش. ما ضغطتش عليه كابتن؟ لا خالص ما ضغطش عليه خالص. لا يعني مش لازم تلعب، لازم ايده تلعب تاني. لا مفيش. هو مازن هو اللي حب اللعبه جدا يعني. ولا المدام في البيت ضغطت؟ لا عايز تشوف ابنها زي لا ولا بتتدخل في اي حاجه خالص. هي رياضيه؟ لا الحمد لله. طب قول لي مروه ما لعبتش ليه؟ انا ما حبيتش ان هي تلعب تخوض التجربه يعني خالص. ما جاتش الملعب الطايره.
ولا جت وحاولت ما لا 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 خالص خالص ما لعبتش خالص. طب احكي لنا على كابتن مازن، سمعت ان هو لعيب جامد بصراحه. والله ما بشوفه، والله العظيم ما بشوفه يعني خالص، يعني ما شفتوش ولا مره حتى بيلعب والله في ماتش. طب انت بتروح بيت امتى؟ يعني لما يعني بنزل بعد الظهر كده برجع على الساعه 12، لان لازم يكون في متابعه في الناشئين والمشاكل والمدربين مين بيودي مازن التدريبات؟ هو لوحده ما شاء الله. 15 سنة مش قلقان عليه؟ لا لا الحمد لله راجل. ان شاء الله اتمنى ان هو يطلع بس يعني يفيد. طب بتسمع ايه عنه؟ والله بصراحه كابتن عادل لطفي هو اللي ماسكه، انا والله ما بسالش، والله بتسألش. والله ما بسال خالص خالص. هو لعيب منتخب مصر؟ لا لا لسه 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 سن على انت لسه صغير. هو لسه بادئ السنه اللي فاتت كمان. والله كمان والله. طب والله يا كابتن بكلمك بامانه، والله بحلف بالله ما حدش قال لي الكلام ده، لعيبه الفولي اللي قالت لي الكلام ده، اصحابه السعوديين. انا بسال خلي بالك، يعني قبل ما اجي امبارح قعدت احضر مع حاجه شخصيه ماني عارفك، لكن قعدت احضر فعرفت ان هو لعيب كويس، ما بسالش عليه خالص. لا والله ما بسال. طب قول لي الاسره في حياتك بعد بقى كل ده، يوم كبير طويل عريض، كابتن ميدو مش موجود في البيت 24 ساعة تقريبا، بتخش بيتك الساعة 12 بالليل، بتتابعهم ازاي في الدراسة؟ بتتابع ولادك ازاي؟ بتشوفهم ازاي؟ لازم، انا عايز اقول لك حاجة، انا عايزك الناس تعرف ان فعلا الرياضة قاسية جدا على الناس. طبعا هي الرياضة بتاخد جزء كبير جدا من الوقت، فربنا يكون في عون المدام بقى، هي اللي بتاخد بالها من الحاجات دي كلها. الحمد لله يعني ربنا يكون في عونها، قدرت تربي يعني، وان شاء الله يعني ادعي ان هم الحمد لله متربين كويس الحمد لله. ده هذا الايه الشبل من ذاك الاسد. يا والله اتمنى. لا انا متاكد بصراحه كابتن ميدو، انت طول عمرك اخلاقك عاليه جدا، طول عمرك روح عاليه جدا، متربي في النادي الاهلي فعلا، حاجات كتيره شفت فيك، حاجات كتيره مشرفه للاعب كبير ومدير فني كبير. لازم نرجع تاني للدرجه الاولى. تدعيماتنا دعمنا لعيبه، وعندنا 2 اصابات، سجل 16 لعيب، بتسجل في السكور 14 لعيب، مظبوط كده؟ انت عندك 2 دلوقتي مصابين، احمد قطب ربنا يا رب يرجعهم، احمد قطب ومحمد عبد المنعم، و14 لعيب هتلعب بيهم من اول الدوري. ان شاء الله. ازاي؟ بتحضرهم ازاي؟ 14 بيكون في منافسه؟ هنا مفيش منافسه، ال 14 دول هيلعبوا. لا ما هو في منافسه، مين اللي يلعب بقى؟ مين اللي يلعب في السته؟ في السته. وفي منهم 3 ليبرو كمان، يعني انا عايز اقول لك ال 14 دول فيهم 3 ليبرو، معوض ومحمد رمضان وشريف. بدون تدخل في فنيهر، لكن اللي انا اعرفه ان دايما بيكون معاك 2 ليبرو مش 3. لا متقيد 3، متقيد 3 في ال 16 واحد، متقيد 3 في ال 16. بالمناسبه بس عشان خاطر ادي لكل واحد حقه، ارجع لك شويه. في 5 يعني في، طبعا احنا في 3 سنين كان في بولي كانوا يعني صعبين قوي. في 5 ما اقدرش اغفل دورهم، ان هم ما كانوش نبقى اسوء من كده. قد حسام ومعوض وعبو واحمد عبد العالي. واحمد عبد العالي. 5 دول فعلا وقفوا جنب النادي الاهلي في عز ازمتهم. الازمه دي كانت ايه؟ كانت عباره عن ايه؟ يعني حصل لما الناس إيه؟ لما اللعيبه ابتدت تمشي من النادي. حصل النادي. موسم انتقالات واللعيبه خرجت. بالظبط كده، لاسباب عديده طبعا، كل واحد حر في رايه. حتى ما قدرناش نجيب احمد وعبد الله لما رجعوا من تركيا يعني. برضو كان لظروف خاصه. كانت الفرقه ما فيهاش غير دول، وكنا جايبين عليهم واحد محترف. على فكره سنه 2015 خدنا البطوله الافريقيه بالناس دي، ويعني هي كانت بطوله واحده اللي خدناها. بصراحه كانوا يشكروا على المجهود اللي عملوه طول الثلاث سنين، لم يبخلوا على النادي الاهلي باي حاجه خالص. كانت فيها خساره في الاوقات دي؟ طبعا خساره، ثلاث سنين خساره. ثلاث سنين فيها خساره، دوري وكاس وكسبنا، وشالوا الحمل ده، شالوا ان الخساره قدام جماهير بتحضر الماتشات بتاعتهم. شالوا كتير، وقدروا ان هم برضو، بقول لك كان ممكن الحاله تبقى اسوء بكتير. انت بتتكلم في اساطير سابوا النادي الاهلي في الفتره دي، حوالي احمد صلاح احسن مدرب في العالم، احمد صلاح وعبد الله ما كانوش موجودين، عبد اللطيف ومحمد الحسيني ورؤوف لا كتير كتير قوي. كنت بتكلم في كتير في فريق كامل ما كانش موجود، ما كانوش موجودين. الفرقه دي كانت من وجهه نظرك هي دي اللي قدروا، اللعيبه دي اللي قدرت تقوم بالنادي الاهلي في المرحله دي. كابتن ميدو، لو رحنا للاستعدادات ورحنا للمنافسه، المنافسه الافريقيه شكلها ازاي معاك في المرحله اللي جايه؟ برضو عشان بس نكون في الصوره، افريقيا برضو هتتلعب، واخد 2 افريقيا عشان يبقى كلام واضح. اتمنى ان افريقيا عايزين نحافظ. طبعا ما تعرفش هتلعب فين برضو، بس هي في شهر 3 في مارس. كويس. الاتحاد الافريقي استحدث
بطولتين كمان، بطوله الرئيس وبطوله السوبر. ما انا ما اعرفش توقيت البطولتين دول امتى كويس، لكن انا ان شاء الله ناوي اشارك في الدوري والكاس ده طبيعي، وافريقيا والبطوله العربيه اذا المجلس وافق يعني ان شاء الله. كويس. البطوله العربيه في شهر 2، بطوله افريقيا في شهر 3. اللي هيحدد الموضوع ده طبعا ان هنبتدي الدوري في نص 11. كويس. فالضغط هيبقى ضغط كبير جدا على 16 لعيب، هيبقى كتير قوي. مش شايف ان ده حمل كبير على حمل 16 لعيب منهم قدام مصابين فتلعب 14؟ حمل كبير جدا جدا صح. فانا لازم اعرف التوقيتات ايه بالظبط عشان احسم بالظبط انا هشارك في افريقيا اللي هي كاس الرئيس وكاس سوبر ولا هتعرف هتشارك او لا. لازم اعرف التوقيتات عشان اعرف احط الخطه بالظبط يعني ان شاء الله. هرجع على سؤال بصراحه عدى مني بس لازم ارجع له. نرجع. 6 بطولات اصل كابتن ميدو مدير فني، 6 بطولات كسب 4 وهجوم على كابتن ميدو ايه؟ كنت نفسي اسالهم بصراحه في الاول خالص بس السؤال لازم ارجعه. زي ما قلت لك حق النادي الاهلي ان هو جمهوره ان هم دايما يدوروا على المركز الاول. لما مسكت مدير فني اول سنه السنه اللي فاتت برضو كنت شاركت في 3 بطولات دوري وكاس وافريقيا. خسرنا الدوري بفرق شوط، سافرنا افريقيا كسبنا بطوله محترمه جدا في تونس من تونس. تمام. كسبنا الترجي والنجم. لازم نقول للناس يعني ايه تونس في تونس معلش. ما هو ما حدش عارف يعني انت جاي. لا انا متاكد يعني. طيب انا هقول لك من المفارقات الغريبه جدا لما كسبنا افريقيا اللي فاتت دي. قال لك فرقه تونس ما جاتش. كويس. كويس. طب السنه اللي فاتت انا لعبت تونس في تونس نجم وترجي وكسبتهم. قال لك الجيش ما راحش. طب السنه اللي فاتت انا طب السنه اللي فاتت كسبت، طب اعمل ايه؟ او مش عارف هتعمل ايه؟ هو مش كل بطولات كل فرقه بتشارك. ما يعني ما انت بتروح البطوله تلاقي فرقه من تونس، فرقه مصر ما جاتش لظروف، وفي فرق تانية بتعمل تاريخ على فرق افريقي. ماشي. انا بقول لك يعني سبت طبعا زي ما قلت لك نسينا الكلام ده كله. فالحمد لله ربنا بيكرم يعني كسبت 4 بطولات من 6 في اول سنتين ليا كمدير فني. اتمنى ان هم يبقوا 10 ان شاء الله باذن الله. بص يا كابتن ميدو انا اقول لك صراحه انت حد جميل وانا متاكد باللي جاي، بس قول لنا طموحك ايه في اللي جاي في ال4 بطولات ان شاء الله. طموح النادي الاهلي، طموح جون النادي الاهلي المركز الاول ان شاء الله. هو كده يعني ده مش طموح انا لوحدي، ده طموح لعيبه بنحاول نغرس فيهم الروح ديت، وطموح جمهور وطموح مجلس اداره. ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل موسم كويس يرضي النادي الاهلي وجمهوره ان شاء الله. كابتن ميدو لو وجهنا كلمه لجمهور النادي الاهلي، مش هقول على عتاب ولا لوم، هقول كلمه من قلب كابتن ميدو لجمهور النادي الاهلي اللي هو بيعشقه والنادي الاهلي اللي هو بيحبه. كابتن ميدو هتقول له ايه؟ احنا من غيركم ولا حاجه. جمهور النادي الاهلي هو السند الاولاني لكل الفرق، مش للفولي بس. اتمنى مساندينكم لينا طول الوقت. المعذره لو في حاجه ممكن تحصل في النص السكه معلش برضو يعني هم ما يعرفوش كواليس زي ما قلت لك اللي بتحدث، لكن دايما هم دايما في ظهرنا ودايما هم نمره واحد بالنسبه للناس كلها. زي ما قلت لك زي ما عبد الله قال في بطوله افريقيا هم نمره واحد اللي بيخلوا بيدوا الحماس للنادي للعيبه كلها ان هم يلعبوا. فاتمنى ان هم يكونوا سند لينا دايما زي ما هم كانوا سند لينا سابقا. كابتن ميدو تطرقنا كل حاجه تقريبا في جوانب الحياه عند كابتن ميدو، بس ما تطرقناش لحاجه. ايه اصعب المشاكل اللي قابلت كابتن ميدو في الحياه الرياضيه؟ مشكله صعبه. والله الاصابه، اي اصابه بالنسبه لي انا بتبقى حتى وانا بلعب لما كنت بتصاب كانت بتبقى مشكله، لان انا دايما ببقى عايز العب وانا بلعب. فالاصابه انت لما خصوصا انا لما كنت بلعب لما كنت مدرب اسف احمد عبد العال اتصاب في افريقيا، محمد عبد المنعم اتصاب في افريقيا، احمد قطب اتصاب في افريقيا. فكان حسيت في نفسي قوي بقى السنه دي لما قطب اتصاب بقى كمان. فثلاث اصابات صليبي كانت صعبه جدا عليا، فهي دي المشاكل اللي بتحصل. خصوصا منعم بقى السنه اللي فاتت في نهائي افريقيا لما اتصاب دي برضو يعني كانت مؤثره جدا بالنسبه لي السنه في تونس. وفي تونس والسنه دي لما قطب اتصاب برضه في قبل النهائي مع سموحه كانت مؤثره جدا في نفسيتي يعني. فهي دي يعني بتاثر فيها قوي غير في الرياضه يعني. قول لي رد الفعل عندك كده وانت قاعد بعدين تخرج من الملعب بيبقى رد فعل ايه؟ الاولانيه مع احمد عبد العال
بشجع اللعيبه خلاص يعني الناس. الثانيه منعم متاثرت جدا لان كان الم شديد جدا فيه يعني حاولت ان انا ابعد شويه وبعد كده لان وبعد كده شوف قدامه هو مصاب. لا لا خالص خالص لا كان بي كان يعني كان المه كان جامد قوي. المهم بعديها على طول لميت اللعيبه لانهم كانوا ابتدوا يعيطوا يعني في الملعب طبعا. فابتدينا نلم اللعيبه السنه دي في قطب بقى. انا بس في نقطه لم اللعيبه وهم بيعيطوا ده المعنى الكواليس ان اللعيب بيشوف اخوه او صاحبه او زميله جوه الملعب بيقع وبيكمل عشان يكسب بطوله. ده معنى كبير ده فعلا. ده هم عملوا الشوطين الاخرين بالذات في هنفتكر عشان خاطر محمد عبد المنعم يعني عشان خاطره. اه هو تابع حتى هو في المستشفى تابع الماتش على التليفون يعني انا فاكر كويس اللقطات دي فاكر اللقطه دي كويس. فهي الاصابه لاي حد بصراحه بتبقى مؤلمه يعني بالنسبه لي انا خصوصا لو كانت رباط صليبي بالذات لانها بتعطل جامد. ما كانش عندك مشاكل تانية غير اصابات مشاكل كبيره او اعاقات مهمه في الحياه؟ لا لا الحمد لله مفيش. مجلس الاداره موفق كل حاجه. الحمد لله رب العالمين يعني هم محترمين جدا وبينا يعني اللي انا بطلبه في حدود المعقول هم بينفذوه. تطلب زياده؟ تطلب زياده شويه؟ لا لا الحمد لله. تطلب زياده؟ لا الحمد لله يعني بجد والله الامور ماشيه الحمد لله تمام جدا. قول لي عندنا كام لعيب هيجدد السنه دي في الاهلي؟ احنا الحمد لله من شهر 5 كنا مخلصين كل حاجه. كل لعيبه. جددنا لمحمد عادل. جددنا لمحمد عبد المنعم، جددنا لاحمد سعيد، جددنا لاحمد عبد العال. ناقص النجم الكبير كتر كمان على التليفون عبد الله عبد السلام. هو ما عندوش اي مانع خالص يجدد مده 4 سنين كمان. اقول لك بصراحه قالها لي واحنا في مره في النادي كده بيني وبينه تعرف بقف معايا اتكلم معاه وبتاع هو نادي اهلي يعني ما عندوش تفاوض في الموضوع والله حاجه خالص. محدش يقدر يفاوضه على هو معانا السنه دي يعني هو عقده ينتهي السنه دي يعني السنه دي اخر سنه هو ما عندوش اي مانع خالص. ما اعتقدش هيطلع بره ده ولا هيطلع ان شاء الله. انا عبد الله اهلاوي جدا يعني حد بس هو محمد معوض. محمد معوض هم دول الاثنين اللي ناقصين ان شاء الله نجدد لهم والفرقه ان شاء الله مستمر الاربع سنين كذا هكذا محافظين على قوامهم سواء انا مكمل مش مكمل. ان فرقه النادي الاهلي هتفضل بخير واتمنى ان هي تفضل كده الحمد لله. لعيبه بتحب بعض جدا محافظين على بعض جدا. جهاز فني الحمد لله متفاهم معاهم وبيعشق انا بعشق في الفرقه دي. انت بتعشق النادي الاهلي؟ لا انا بعشق هي روح النادي الاهلي اللعيبه نفسها يعني انت لما الولد مثلا صغير زي عبد الرحمن ده دخل معانا قد ايه حبيته وحبني فانا بعشق الفرقه دي وبحبها جدا وبحب جدا الشغل معاها. كابتن عوضي انا يعني الحمد لله يعني انا بشتغل في شركه كويسه خدت فيها اجازه بدون مرتب يعني انا عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر الفرقه دي فعلا لان انا يعني انا خسرت فلوس مش هقول لك ان انا متاكد من احاسيس انا بصراحة. بخسر مش باكد بخسر بوزيشن في الشركه وبخسر فلوس وحاجات دي يظل الاهلي تقديرا هو الاهلي تقديرا للنادي الاهلي لانها وبرده فرصه ليا يعني انا ما اكذبش ان هي فرصه ليا ان انا ابقى مدير فني النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا ومشرفه جدا زادتني شرف ان انا بقيت مدير فني لمنتخب مصر للدرجه الاولى كل ده طبعا في للنادي الاهلي وربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر. كلمه اخيره للجهاز الفني المساعد للكابتن محمد صلاح. هم ظهري ليا سواء بقى من اول الكابتن خالد ابو زينة مدير اداري تامر مش عامل مشاكل معاك اللي هو خالد لا 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 خالد ابو زينة كله مشاكل لا لا سند الحمد لله سند ليا كلهم الجهاز الطبي الجهاز الاداري ايمن هيثم دكتور ايهاب ايمن الناس دي كلها والله فعلا بيحبوا اللعيبه واللعيبه بتحبهم جدا وربنا يسهل وان شاء الله برضو نقدر نفضل كده على طول في دايره واحده الحمد لله. طيب كلمه اخيره للاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي. الكلمه الاخيره للاعيبه النادي الاهلي علينا ضغط كبير جدا السنه دي لازم باذن الله نسعد جمهور النادي الاهلي في كل بطوله هنلعبها ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كلمه اخيره لمجلس الاداره. تحياتي لحضراتكم طبعا انا اشكركم جدا على دعمكم لفريق كره الطايره بالنادي الاهلي. مفيش بصراحه بمنتهى الامانه مفيش طلب طلبته الا وتنفذ بادوات باي حاجه. اشكرهم جدا جدا وتمنياتي لهم بالتوفيق في المستقبل ان شاء الله والنادي الاهلي يفضل نمره واحد دايما. اسره صغيره ان شاء الله. اسرتك الصغيره. اسرتي الصغيره بحبكم جدا و
ربنا يوفقكم. كابتن ميدو سعيد جدا 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 باللقاء، حوار ممتع بالنسبه لي، كنت اتمناه من زمان وفعلا انا مبسوط، وان شاء الله دايما تكون معانا متابعينك في كل البطولات، وانا عارف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك، واتمنى لك الخير واتمنى لك التوفيق في كل اللي جاي باذن الله ان شاء الله. كابتن ميدو نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. ربنا يخليك. كل جمهورنا الكريم استنونا، كان معانا كابتن محمد مصلحي، اتكلمنا على كل الجوانب، انتظروا الاعلامي الكبير الاستاذ شريف فؤاد في الفقره اللي جايه مع الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحديث عن دستور الاهلي اللي كلنا بنقول عليه لازم نكون موجودين يوم الجمعه اللي جايه، نقول اه ولا بس نكون موجودين، وهي دي عظمه النادي الاهلي. انتظروا بعد الفصل.